بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نسيم، أتمنى أن تكونوا في التمام والصحة والعافية. إذا كانت أول زيارة لك في قناتي أتمنى المشاركة فيها لتصلك كل المواضيع المهمة إن شاء الله. أصدقائي، في هذا الفيديو سأقدم لكم أسهل طريقة للحصول على دود القبابي والخنفساء وبكميات كثيرة جدا، وستعثرون عليها تحت علف المواشي وبكميات كثيرة كما قلت لكم، فهي تتكاثر تحت العلف، وهذا النوع من الدود جيد جدا ويساعد العصفور كثيرا في نظامه الغذائي، فهو مليء بالبروتينات ويساعدنا نحن أيضا في موسم الإنتاج وتربية الفراخ. وهناك أنواع أخرى من الدود القبابي، مثلا النوع الأصفر الرقيق والنوع الأحمر الخشن والمنبسط، وسأضع لكم طريقة الحصول عليه بكل سهولة وبكميات كثيرة أيضا بدون أن تبذل جهد كبير في البحث عنه، فقط اجمعها وربيها في المنزل لتتكاثر عندك. ولاحقا سأضع لكم فيديو عن طريقة تربيتها والعناية بها وطريقة تقديمها للعصافير، وحظ موفق للجميع، ودمتم في رعاية الله وحفظه.